السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب مات 342، الله يعطيكم العافية، مع فيديو رقم 5 بعنوان Fundamental Theorem of Cyclic Group Part 2. الفيديو السابق كنا تحدثنا عن Part 1، وكان بيحكي انه Every subgroup of cyclic group is cyclic. الجزء الثاني من Fundamental Theorem of Cyclic Group Let G generated by A be a cyclic group if order A equals N finite. طبعا order ل A هي نفس ال order ل G. Then the order of any subgroup of G is a divisor of N. أي subgroup من G عرفتنا عنه في الفيديو السابق إنه حيكون cyclic هو بيقسم ل order. حقيقة هذه النظرية عامة ليست فقط في السيكل جروب، مستقبلا راح نبرهنها في الحال العام. إذا هنا راح نبرهنها في الحال الخاصة، لكن مستقبلا راح يكون برهان عام لأي جروب، الأوردر لأي سب جروب لازم يقسم الأوردر جروب في حالة الفاينال. لكن العكس هون حالة خاصة للسيكل جروب، مش متحققة بشكل عام. Conversely, for each positive divisor K of M, the group G has exactly one subgroup of order K, namely the subgroup generated by A power N over K. أي divisor of M فبقدر ألقى unique subgroup of order K. ومش بس هيك، هذا subgroup unique. تذكروا مستقبلا راح نعطيكم مثال على group of order 12 لكن ما بيحوي أي subgroup of order 6. لكن لما نحكي عن زد 12 مثلا الاوردر 12 وسيكليك لازم يحوي سب جروب اوف اوردر 6. كيف الاوردر 6؟ هو عباره عن A اللي هي 1 مولد لزد 12 1 هو 12 على 6. 12 على 6 2 يعني 1 هو 2، بس احنا في زد 12 جمع 1 زائد 1 وتساوي 2. فهذا الاوردر 6 متاكد مولد من 2 هو 0 2 4 6 8 10. نعم هناك 6 عناصر وما في خلاف. البرهان اول شيء اذا كان السب جروب هو السنجلتون ايدنتيتي فهو واضح لان الاوردر للسنجلتون ايدنتيتي واحد واحد بقسم اي شيء. So we may assume that F not equal the singleton identity. هون بنتذكر برهان في فيديو 4. According to the proof given in video 4, H equals the subgroup generated by AM, where M is the least positive integer with AM in H. هون بحاجة تتذكر برهان الماضي إنه H هي مولدة من AM, where M is the least positive integer with AM in H. طيب هلا الأوردر لل H هي نفس الأوردر للcyclic subgroup generated by AM. حسب نظرية سابقة هي نفس الأوردر لل AM. حسب نظرية سابقة هي نفس الـ N في GCD N, M. لاحظ N GCD N, M. GCD بين N, أكيد بقسم M. فهذا أكيد الرقم راح يكون يقسم. معنى ذلك الـ order H defies M. الجزء الثاني. قبل ما نحكي الجزء الثاني. For each positive divisor K of N بقدر ألقى سب جروب of order K وهذا سب جروب unique. فالجزء الأول بدنا نلقاه، شو هو؟ هو هذا. سب جروب مولد من A قوى N على K، نتأكد. الأوردر إله حسب نظرية A قوى N على K، وحسب نظرية أخرى N على GCD N فاصلة N على K. فلاحظ قديش لازم تكون متابع في المحاضرات. أنا كل مرة عم بستخدم نظرية N على GCD N, N over K. الـ N over K بتقسم N، فالـ GCD لها رح يكون N على K، فيصير عندي N تقسيم N على K، ويساوي K. فعلاً الـ order group هذا subgroup هذا يساوي K. طيب، this shows that the subgroup generated by A power N over K is a subgroup of G with order K. هلا بدنا نثبت الـ uniqueness. To prove the uniqueness, let H be a subgroup of G such that H
الاوردر اللي اف تساوي كي. يعني خذ سب جروب ثاني الاوردر له كي، بدنا نثبت الاتش ما مش شيء ثاني، هو نفسه مولد من اي باور ان على كي. مره ثانيه باستخدام البرهان اتش جينيريتد باي اي ام وير ان از ذا ليست بوزيتيف انتجر وذ اي ام ان اتش. كليم بدنا نبرهنه الان، بتذكر الام هاي ان الجي سي دي بين الان والام راح يساوي ام. بروف اوف ذا كليم by the division algorithm there exists integer q and r such that n equals q m plus r where 0 less than or equals r less than m. تذكروا بالمعطيات ان الاوردر للاي تساوي n، معناها الاي اقوى ان شو تساوي identity، وهذه تساوي a اقوى q m plus r، وهذه تساوي a اقوى m الكل قوى q قوى في a اقوى r، معناها a اقوى r تساوي a اقوى m قوى سالب q، والـ A قوى M تنتمي للـ H، والـ H sub group، إذن الـ A قوى R تنتمي للـ H، لكن M is the least positive integer، والـ A M تنتمي للـ H، والـ R أصغر من M، شو بنستنتج؟ الـ R تساوي صفر، R تساوي صفر معناها اللي هون شو بصير؟ M تساوي Q على M، معناها الـ M تقسم M، معناها الـ GCD بين الـ N والـ M تساوي M، وهو المطلوب في الكليم. نرجع الآن بدي اتذكر بدي ابرهن الاتش هذه مو جنريتد باي اي باور ان على كي. انا شو طلعت عندي هون مول جنريتد باي اي ام. اذا اثبتت ها انا بدي اثبت هذا يساوي هذا، اذا اثبتت الام تساوي ان على كي فانا بكون اثبتت المطلوب، وهذا اللي راح اعمل. ناو كي هي نفس الاوردر للاتش، نفس الاوردر للسب جروب جنريتد باي اي ام، نفس الاوردر للاي ام، نفس الان على الجي سي دي ان وام، وقبل شوي قلنا الام تقسم ان اثبتناها. لا سوري انا برضه اثبتنا انه جي سوري جي سي دي ان ام تساوي ام اثبتناها، يعني ام تقسم ان، فمعناها ان هذه عباره عن ام، ان على ام من خلال الكليم. صار عندي اربطهم مع بعضهم انه كي تساوي ان على ام، معناها M تساوي N على K، معناها الأم اللي بدأت فيها الأصغر بوزيتيف ما هي إلا N على K فعليا، واللي هذا يثبت اليونيت. كتطبيقات على ذلك find all subgroups of Z12. Z12 مولد من واحد cyclic والأوردر له 12 finite، فحسب النظرية كل divisor لل 12 في مقابله unique subgroup بحمل الأوردر. أول ديفايزر 12 واحد، طب شو المولد من واحد؟ رح يكون واحد قوى 12 على واحد، اللي هو واحد قوى 12 بلغة الجمع، واحد مجموعة لنفس 12 المرة، اللي هي صفر، اللي هي سنجلتون اي اللي هي الايدنتيتي. إذا جنريت باي زيرو إز ذا أونلي سب جروب في أوردر 1. اللي في أوردر 2 واحد قوى 12 على 2 اللي هي واحد قوى 6 بلغة الجمع 6 مولد من 6. لاحظ المولد من 6 لو حكيت لك شو عناصرهم تحكي لي صفر ومجموعة اللي فيها صفر وستة. لو حكيت لك الآن ما هو المولد من 3 اللي هو 1 قوى 12 على 3 المولد من 4، المولد من 4 فيه صفر 4 8، اللي بعدين ديفايزر آخر 4 راح يكون جنريتد باي 3، شو عناصر هذا السب جروب؟ المجموعة اللي بتحوي 0 3 6 9، و ديفايزر ايضا 6 اللي هي مولد من 2 واخيرا 1. لاحظ ال 6 فيها عنصرين، ال 4 فيها 3 عناصر، ال 3 فيها 4 عناصر. لاحظ انه المولد من 6 هو سبست من 3، لاحظ انه المولد من 4 هو سبست من 2. اوكي، فالسب جروب من 6 12 هم مولد من 0، مولد من 6، مولد من 4، مولد من 3، مولد من 2 وزد 12. فلذلك حتى الآن في السيكليك جروب لما يكونوا فاينات عارفين البنية العامة لهم، فهذا نسميه سب جروب لاتس أو زد 12. لاحظ أصغر عنصر اللي هو مولد من 12 اللي هو فيه 0، هذا موجود في المولد من 4 وموجود في مولد 6، المولد في 6 موجود في المولد من 2 وموجود في مولد من 3، المولد في 4 موجود في مولد من 2، المولد من 2 موجود أكيد في زد 12 والمولد 3 في 12. فلاحظ من الأصغر للأكبر هاي البنية العامة لزد 12، طبعا مع اختلاف انه ممكن تبدأ
من الأصغر للأكبر أو من الأكبر للأصغر، تعكس اتجاه الشكل الدياجرام. تطبيق آخر: Find all generators of the subgroup generated by 3 or Z30. هلا المولد من 3 في Z30 هم مجموعة 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27. فالأوردر لهذا العنصر المولد من 3 هو نفسه 10، لأنه في عندي 10 عناصر. لاحظ أنا 10 عناصر لأني عديتهم. بس ممكن واحد يقول طب لو كان عدد كبير لازم أعدهم؟ لا، نقدر نطبق قاعدة مرت معانا في قبل 3 محاضرات. ممكن المولد من 3 هي نفس المولد من 1 قوة 3، وتساوي 30 على الجي سي دي بين 3 وال 30 اللي هي 30 على 3 وتساوي 10. هلا نتذكر نظرية سابقة كانت موجودة معنا أيضا. إذا عرفنا أورد جنريتر ده سيكليك جروب والأوردر إله أن، فبيكون مثلا الجنريتر كان A، فبيكون مولدين ثانيين هم A قوة J بحيث الجي سي دي بين الـ J والـ N تساوي 1. هاي نظرية نذكركم فيها أيضا بالكتاب قدامي. هاي النظرية that order A يساوي N، فالأوردر A نفس الأوردر لـ A J if and or if G C D and J تساوي 1. نرجع للسلايد تاعنا. فأنا عندي عدد الـ N 10 ومولد من 3، فراح يكون مولد من 3 قوى 1 لأن 1 ريليتيف لبرايم على 10 اللي هي 3. 3 قوى 2 لا، لأن 2 مش ريليتيف لبرايم على 10. 3 قوى 3، بس لاحظوا أن لغة الجمع 3 زائد 3 زائد 3 تساوي 9. 3 قوى 4 لا، 3 قوى 5 لا، 3 قوى 6 لا، 3 قوى 7 نعم، لكن بلغة الجمع 21. 3 قوى 8 لا، 3 قوى 9 اللي هي 27. أوكي. هذا كل ما لدينا كهومورك بسيط. نفس السؤال، حط بدل المولد من 3 مولد من 5، وبدل زد 30 عبارة عن زد 100، ويكون حلك على شكل كومنت. يعطيكم العافية وإلى اللقاء مع فيديو جديد إن شاء الله.